كأس أمم إفريقيا 2019. قاد محمد صلاح منتخب مصر لتحقيق فوز عريض على النيجر بسداسية نظيفة ضمن المجموعات العاشرة. نجح المنتخب الموريتاني في الانفراد بصدارة المجموعة التاسعة بفوزه الثاني تواليا، وهذه المرة على حساب ضيفه بوركينا فاسو بهدفين دون رد. احتفظت ليبيا بصدارة المجموعة الخامسة بتعادلها مع مستضيفتها جنوب إفريقيا سلبا في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم إفريقيا الكاميرون 2019. تلقى المنتخب السوداني الهزيمة الثانية تواليا في التصفيات بالسقوط على أرض مستضيفته غينيا الاستوائية بهدف دون مقابل ضمن منافسات المجموعة الأولى. تغلبت إسبانيا على مضيفتها إنجلترا بهدفين لواحد ضمن منافسات المجموعة الرابعة من الدرجة الأولى لدوري الأمم الأوروبية. حققت سويسرا فوزا